طالبت نقابة الأئمة في الجزائر الحكومة بإعادة فتح المساجد ولو بشكل تدريجي مصحوب بإجراءات الوقاية الممكنة أسوة بالمؤسسات التي أعادت الافتتاح. الإبقاء على بيوت الوضوء مغلقة وإقامة الصلوات في الفضاء المفتوح للمسجد ومراعاة التباعد بين المصلين في الصفوف وسحب كل ما يتداول بالأيدي كالمصاحف هي مقترحات المجلس الوطني المستقل للأئمة لإعادة فتح المساجد بعد غلقها في منتصف شهر مارس المنصرم بسبب تفشي فيروس كورونا، لا سيما وأن العديد من النشاطات الاقتصادية تم الترخيص باستغلالها. اللجنة العلمية لمتابعة الوباء قررت أن هناك وين قدروا نفتحوا بزاف وين نفتحوا شوية وين نغلقوا بزاف. نفس الأمر ندعو إليه، نرى أن هناك خطأ في تعميم قرار غلق المساجد على كل مناطق الجزائر. الجزائر اليوم فيها بعض الولايات الحظر مرفوع كليا، المفروض أنه يشمل أيضا هذه المساحات وهذه الفضاءات المهمة، فضاءات دينية. النقابة تساءلت أيضا عن سبب عدم تحديد موعد لإعادة فتح المساجد قياسا على هيئات ومؤسسات أخرى. لماذا تستثنى المساجد من وضع رزنامة للقريب العاجل وفق رزنامة بين الآن؟ إذا استمر هذا الوباء لمدة طويلة جدا، يعني هل يعقل أنه تبقى المساجد مغلقة؟ هل يعقل أنه يبقى الموظفين بدون عمل وخالصين على مستوى الوزارة المركزية وعلى مستوى المساجد والأئمة؟ فهذا الأمر كله دعانا إلى أنه لابد أن يكون هناك تحريك في هذا الملف من أجل إعادة فتح المساجد في القريب العاجل. في المقابل تبرر الهيئات المعنية استمرار عدم فتح المساجد لأنها عادة أماكن مغلقة، وتقول إن مرتادي المساجد لا يلتزمون عادة بإجراءات الوقاية. فتحها أو فتحها جزئيا لبعض الصلوات مع إجراءات الوقاية، أنا لا أعتقد أن المواطن الجزائري سيلتزم بهذه الإجراءات كإجبارية حمل الكمامة، إجبارية حمل القناع، التعقيم، التباعد من متر أو مترين، سجاد شخصي، تجنب كبار السن الأطفال، هذا بعيد كل البعد عن الواقع. في حين تشهد الجزائر تجدد ارتفاع الإصابات بالفيروس ومع وجود نحو 20,000 مسجد فيها، يبقى الجدل قائما بين دعاة إعادة فتحها ومؤيدي بقائها مغلقة. أمام الاستئناف التدريجي للنشاطات الاقتصادية والتجارية في الجزائر، ترى النقابة المستقلة للأئمة أنه لا مناص من فتح المساجد بعد أشهر من غلقها، لكن أمام ارتفاع حالات الإصابة يرى آخرون أن التعجيل بإعادة فتحها يحمل مخاطر للمصلين وللوضع الصحي. محمد جراد، الحرة، الجزائر.